صار خير لهنا دلمان نايت ما يسمى سلات ميرين صفو مرحبا سيجو مغلط قيمة نت نوبة نم مرحبا مرحبا نتساوم دياش تقيمة دي تلفزيون نت زايرا غنو في دو كوزن تمرقى دوم سوشاشي دو فورت دي قنو سيرم دم قرن للبرامج دود مون تخيرهم تندي اش تقيمة دعادن دي المستوى نوهات يوم تفريت نوبري دا سوت عطان باش امش الحضور منا ونتوتنا باشن إلا نبي معسن منا ونتطفيوين دي منا ونمدون اخ تقيمة مزورة تنخصص يمدون نغ أهيل نغ المجال التربية نغ المجال انو عزام د توشولين الاسره مع الاستاذ سعيد فتوحه انسول من شدي عاد دخول مدرسي دزعيم ناجح وموفق انسول من شئتين تعقبا الوالدين يجن تيتي في طرونسن اعزام سن من شجن اد بين ايتسيلن باش تنعاون اعزام سن اتشري لن سعركن نغ تعادا يعني ديكت ديكنو سعرك نودليل اماس المسارسن الدراسي تقيمة فيت سنت تنخصص ديما ديال الجانب نوع عزام ديال عزام مع يوتنا بلولو محمد الامين الى نسيو الفق العمل الى تخص الهيب هوب او الموضوع الثقافي او الموضوع الفني الى تحول الى دراسه اكاديميه تقيمة فيت شارت تعاد يحرش ان الكشفة تيم سلمت انت ملغيخ تنتزهر الخصوص المهرجان ان تفسكا ادران وسان ازوان نشمر تنوبا نغم عيوتنا محمد بونورا إلى نسول في المخطوط دي جان تيتي غيفس الخطوات من نون تيم جراون دي أيلو نغرمان نغزر مزار بيوش يورا لازال يون القيمة لان جين تد إن عزام نغ لجدود نغ إيم زوار قاعو نشرد عدن دي تنوبان مرحبا تطفية تحت زعيمة أمتش قيمة دينا تنمير تيتوت نوي باشن ايلو امشاني لانديس جاج دو زغار نتمور تنت زاير في سستونن في الاقتراحات في الملاحظات ان شاء الله هنبش ديما الا دفن ايتش راي زعيما ديال نوبا تنبرش الخصوص ديال الموسم الجديد 2018-2019 ديكنو سيتر داب قنان ديكن طلب داب قنان ايلو تيم جراوين ايلو شخصيات ايلو الكتاب ايلو مدن الى نبي معسن تطفي التنوبا مرحبا تعدد سيل دامل دوم مشاركه يونعر دو زونين تطفي مع توتنا ان بارشلونه سيكل فرحان قال رحب الاستاذ سعيد فتوحه تدنش تمديت من طنبارش سيكل فرحان قال ام نخزر معنا دي تيتشل تمزورت دي تنوبا مرحبا دي تيتشل تمزورت ديال قناه فيدوكس اولا شكا سعيده جدا وجودي معاهم نشارككم معلومات خبرات ان شاء الله متبادله ان شاء الله ان شاء الله نشكر ام نشكر امتش في الحضور معنا ان شاء الله كتطفي التزيم ديالك تنبي معنا دمني وسعيد فتوحه نوشي كنت تعريف دمزان فون تمطوط الى نتبي اتسيل اهيل نتربيت اهيل نوعزم اهيل الاسر اشري لن يتوقن الاسر من سعيد فتوحه ام لي اربعه ابناء من ربعا ثلاثه لواش والتيز اوت ما شاء الله متزوجه غير ليسونس في علم النفس المدرسي جامعه البوليده دبلوم في جامعه ماك ماستر في الوساطه العائليه من كندا دبلوم في التطوير مرافقة في التطوير الكوتشينج من جامعة إريكسون سابقا مدير شركة مركز الراشد حاليا مدير شركة رواح للتدريب والتطوير ما شاء الله دقيش لنا زعيم ولا زوان مغل تمورتن كندا يجوا إلى كده تجديس منه نتربصات منه والشهادات إلى نادي كمل دي المسار الدراسي الحمد لله نعم تو فرصة مهمة أدي عزم حدادي المادة دي نورسي ستغرسلنا يعني توت تستنديتس ما شاء الله دي قيش لنا زي ما سنسيو فوق الموضوع إلى نغيسك تهمي تم قرن سخصوص إلى مؤلفة العديد من الكتب في منهاج تقدير الذات دي الموضوع إلى المهم جدا إلى أن يتهمى السو تيواشو لنا يتهمى السو الوالدين سنسيو فوق الموضوع إلى نغيسك تهمي تم قرن سخصوص لكان مع الانطلاقة الموسم الدراسي إن شاء الله دي الموسم اللي نتمنى نستر سيوش أم قرن الذي يوفق أيلو الطلبات أيلو المدن تيس المدن يوم الموسم الجديد 2018-2019 نجسق العنوان كيف يكون الدخول المدرسي موافق وناجح بتر خصنا الصعود فون أسستنا الأستاذ أنت أهم نقطة يعني الوالدين من جسود امتحانات تمسن السجاس مع الواجبات المدرسية تعادة أني قن ضغط داز علوك تمنى ماش ممكن دعونا نتاروانسن بلا الضغط أني أنت قرغسن أنه نجاح الامتحانات يبدأ سوى السنة مزور
السنه ديال التفابز زنسى الادوات المدرسيه يبدا التحضير النفسي يبدا وعزام النجاح الامتحانات. ما شاء الله، دقيقه شلان دزعيم باش ما نشئتي مغبطه الخطوات اللي كان غتنتنبي باش نوض يوم تسيل زعيم يوم انطلاقه الى نسميه موفقه. نعم، انت اهم نقطه داني لابد اسرسي قلنا السيستم قلنا النظام قلنا روتين ثابت كولس لا يبين دان ماشي لا يبين الوقت نوجه الفطور منسي تزليت الى غير ذلك دي سيقن شاقرنس الواجبات المدرسيه السنه اللي بدا يزواغ بالظن اللي كول يصد الكارتاب لا يزواغ المعلمه ساغز جدول التوقيت هذه بدا السنيه النظام المعزم تمديد يبين مكان ثابت وتوقيت ثابت اهتمام بالتركيز البيت الدارت مما مشاد توجد البيئة تني كل ما وني راس النظام وسوى السنة مزوار كل ما يتخفف الوالدين الضغط كل ما بالظن يلم انت يمان سيراس تحس انه الواجب غير غير تشعزا مش غير تشعزا يبين الستان غير الخمسان لكن تقيم الطابلة الواجبات مهم دقيش اللي نزعم قبل ما نزور الى الدخول المدرسي ديسك خطوات تسبق الدخول الرسمي نسميه سون تسميتو تكون هذه الروضه لا كراش ومن بعد نزور الى القسم التحضيري ومن بعد نعود الى الخطوات اللي انطلاقه التلميذ نغونو مزان في او المراحل نغون مرحله سنه المراحل اللي سبقت او الدخول اللي تكتسب معلومات اللي تكتسب معلومات اوليه. داني يعني منشي الذي عاون غادي يكمل هذيك ونجار اما غير لو سيقرب لي ثلاث سنوات اربع سنوات يطفل ليها مزان غير تزاو طمزات وكتزاو الروضات بين رافض يعني وقابل للفكره. ربما الام من غير الوالدين تكون محتارين في هذا في هذا في هذا الاطار. نعم انت لديس ضروري يعني اولا نبدا مبدئيا ابزن نحتاج الحنان ممس اول مدرسه يلمت سيسا بالظن عند ممس عند الاسره عند ديتمس عند بابس المعامله اليوميه طريقه حل الخلافات مهما كانت بسيطه اني نبظن اللي فهم لا يفهم كل ما تستغل مما الوقت معه بالظن كل ما تنمت اصلا تتكون مناعه نفسيه تسلمد مهارات التواصل مع حد وداد مي يحمق ها مي يحمق حد بياسك اللعبات نغ بياسك القلم ماشي اللي معامل معاس واللي تنسحب الى غير ذلك توني لابد يعني كل ما مما تتركز مع الامور كل ما تتخفف بالزانس الاندماج مسنا وعزام الروضات عندنا سيمارو للروضات كل ما الروضات دي سغلوبة تراري لوحدي خاطر بالظن لديس لي مرحلة إبداع وبالتالي الإبداع يتساعد يدي عدا بالظن النمو السريع طريقة حل الخلافات مبدعة مبتكرة إلى غير ذلك مارو ضروري خاطر البرامج نبدا يا سنة أولى يا برامج مكثفة لابد التحضيري واللي قال حدا ها تحضير والسينا كمقتنع خاطي اصلا في المنظومه التربويه اجباري مدرج وبالتالي يستحسن يمارو مما يمارو تبدا توجد بالزانس كل ما تسهلس تساعدي خاطي الواجبات في الفتره التحضيريه ممنوعه السنين وبالزان غير الواجب الواجب ضراري اللاعب هو جزء عظيم جدا اداه قويه جدا لسرعه التعلم يلمد بالزان بسرعه سراري كل ما مما ضخم مندمجة حنونة متفهمة كل ما بالظن يلمد بسرعة وبالتالي فترة التحضير مرة تعد سادسة مثل مما معاست تبدا معاست تتاوي تتفهم عن طريق بتنت عزم مثلا المعادلة تبدا مسنو غجرة من سي تتصاص الكراسة شي الكراسة تستيلو مش غير شي الامور غير يسن تسلم درس الرياضيات تتبسط سواطات المستوى الحياة اليومية. مهم. نعم. مهم دقيش اللي ديزيم ربما يقن السؤال وتظن ان الناس ربما الحياة اللي تقدر انت سومي دن الملهيات اللي كثرت مواقع التواصل الاجتماعي انترنت الى غير ذلك او نيتشر الى انتج ربما الوالدين غفلا استرواصل ربما جبد بسي مانس سممس يتعادي يختلط الامر ربما يختلط الامر الى انه تعرف جار اراري لعب انغا هرج يعني ربما يوضي قلت له وقتها كان تفرق اسكو طفلي لا يترار انغا لا يتهرج. نعم مهم مهم سؤال مهم جدا ديس نقطتين خطيره كولي قلت تبي موضوع كامل عند قنوات التواصل الاجتماعي الانترنت عباره عن عنصر مشوش جدا للحياه الاسريه بصفه عامه للانسان للالتزامات مع الاهداف بالاضافه الى العلاقه المامه معه بالظن
الاشكال احيانا الوالدين متعيدين واعيين، وبالتالي على طول نهان مع الانترنت دا كونيكت دا التواصل مع اصحاب نسن صحابات نسن تعدت هم الله بالظن اللي لها نغستوش البورتابل سيوا لها ايوا فورش يبقى رار الى غير ذلك. كل ما له علاقه بالالعاب الالكترونيه خطر. الاولياء لان يوضع الحمد لله لدي درجة من الوعي انه الالعاب الالكترونيه وتنمي غلوبات مهما كانت ولو ديس الذكاء الى غير ذلك في بعض الالعاب خاتنا الالعاب الحقيقيه على مستوى مع الشخص اخر. كل ما ديس علاقه مع انسان اخر بالظن بلا ترى تبدا ترى تدار ترى قرنا سكرم كرم مثلا كل العاب والعاب تنمى تغلبت شخصيتنا بالظنني في مهارات في حياتي اليوميه. مارو ميديوت في مارو الالعاب الالكترونيه لابد ان يدخل مما لابد ان عاد السن منش الوقت اللي يسقط ضايع بالظن كل ملكة سموكوز احسن كل ملكة موجوده لابد من توفير البدائل. هو سنقري بورخس وهو الالعاب الالكترونيه مضره لعقلك الذكاء تبت البديل. البديل السفر العاب تربويه رقم اثنين مما تعد شارك مما بابا ملكة قام مما معناتها المفروض مما بابا سنين يتحملوا نفس المسؤوليه درجه المسؤوليه. الدقي ميمارو مما مثل ترار دبابة ترار معه بالظن كل ما الجين هو جزء أساسي أبناء شخصية نوب الظن وجار الشهادة سيلات موجودة في الأوراق كل ما تخف نغفص العبء في ما ننسى الوالدين تخف نغفص في ما ننسى الأعباء الخطور المشاكل المراهقة وما بعد المراهقة. كل ملك تشارك الاب دماما مما دبابا ولكن تشارك في حياتنا بالظن ترار ما معاس تحكي معاس قصص تشاور في بعض القضايا لو عطلت ما نتسقط على التمام من يتخصم شي غير مثلا نزول الصيف نزول وهرا بدا تخصم. كل ما لديس اخذ ورد ركضوا بالظن كل ما لك ترى معاس البالون ببيت فما سرا مع البالون مما مع تيزوتني ترى معاس البوبيات النغ توجد الماعن يلا اللي وجد مو تتسول تايزو تنطا بالزان وجد غوني جو لك تشارك مع سي زي غمتي تبدا كل ملك تنمي اول علاقتك جاري ديك البنك جاري كدو بالزانك البنك نوتيجغ الى درجه الافلاس. كل ملك تعمر مجوسو ساعات نغ لحظات الا ديس عسر في العلاقه نفقه الصراصيدني بصح مين اللي ليش دي سر راسي علاقتك معه بالظنك قيم قندا وحدي شمر فوس جدا وحدي سير ديما جدا يفاس جدا وحدي سير تغمسج بدل الله يرد جدا وحدي بدل شمين الله يرد اوامر فقط اوامر ليش دي سيقنا الراسي مين اللي ليش دي سر راسي سمنا نفقه في لحظات ماما ديما تحمق بابك ديما يحمق ما سناقص الخطر اعزام وشكل كراخ صوالي بتنجخ صوالي اعزام اسكام نخصنا اعزام الى غير ذلك. السند عديس راسيد السند ديس علاقة قوية تعدى أصلا يشفع العلاقة تني مهم. ولو اللي عجبت الحالة بالظني يتغسل خاطر الوالدين مهم جدا أو ان طريقته إلى تجي لك إلى أدي بنيك تقت قوية يعني متينة جار الوالدين ذميت نسان إن شاء الله أغنيه ربما المنهج لك تريد يغلب في إطار مناهج تقدير الذات نعم. يعني أمزم يتحس ما لا غير سكت القيمة لا غير سكت الاهتمام إلا ويسي تحس أسيس أي البيئة تني تمزان تلا يتعاش ليس إن شاء الله أسو أغنيج من بين المكونات من بين الأسباب إلا انتجنت الدخول المدرسي بالنسبة للطالب أني تكون ناجح إن شاء الله أغنيه ويقنو سستن الأستاذات ما نشي إن شاء الله نسعر لكن ان تكون عراقي لمس نوع دخولي تعدى غير ناجح غير موفق يطرونا سؤال مهم جدا ديس غلبة المهارات الصفات في شخصية نوب الزان تجنتي يقبل يخسر ديز والوعزم نغادر والسوعزم من بين الأمور اللي تجن دب الزان اللي تي في مانس من البيئة تعاش ديس عزام اللي يكون غغلان ديس يقنشا يتهدد ديس سواء يتهدد معنويا أو يتهدد جسميا اي مد الاستهزاء من مثلا يقن حد يحقر تتبيس الادوات يخبش تقرا سوا ندوشتي من سواء اغلاد اللي كل نغروضت حتى فروضت نغروضت كلين انه نقاطه تجنت الاعزام مربوط بتجربه سلبيه مؤلمه تعدا بالظن يتغرت ولا سازوا يتقارم ولتصغ دا وحدة عيغ انت لديس اسباب اخرى ايضا من لغاب الظن يزوجا واللي يفهم خاصة المواد اللغات أن الرياضيات
اللغه الرياضيه تنقر دائما للوالدين كل ما لكم تبدي وتبدي مع سنة بسيطة وحديد قاعده متينه معه بالظام كل ما لكم تسهل مغفص المراحل الاخرى خاطر المادتين المواد المهمه جدا تراكميه عند اللغات الرياضيات بالتيسار سكت الهبوط في مرحله من المراحل السنوات الدراسيه تراكم الهبوط اللي تزعلك معاس مثل تراكم اللي بدا تحس بالعجز بالظني ملي تحس بالعجز تحس بالفشل ملي تحس بالفشل هذاك راه هزام تحس بالالم ديني ولا اللي غنجح غديس ديني تفكري ولا اللي قادر ديني عندني هذه بلاي مارو ملفات تقدير ذات متدني احساس بالفشل احساس بالعجز دون الناس خاصه مجتمعاتنا نتقيم قلوبها طبزا المعدلات ولا اللي نتقيمت كانسان غش مهارات بلا فنيه الى غير ذلك بقدر ما نتقيمت كالمعدل سمنش تويدد عشر رياضيات مي خصغات غلوبات ناجح خصغات تباهي خص يسمع امس لعائلتي غير ذلك يتاويد خمسه ثلاثه وتما شتي فاش تسني بعزا مجارج مركزه عقله وجارتي الى غير ذلك يركبي ماس مرتبط نقطته نقطته يما ربات تولي اللي ناجح غادي يتسز البالس انه مرتبط نشوي يدي خلق ربي يا موني ناجح نشوف الفهمه نشوف العزمه نجي صحد ولا عزون اللي فهم الا حالات قليله جدا مدني للمتخلفين غير سن اشكالات تكتشفين انه في السنوات الاولى الاشكال العظيم يتولد تقدير ذات متدني من لا غاب الظن يربط الفشل للشخصيه خاتي فترة معينة خاتي دي تشخيص موضوعي انه المهارة نيتو عار نغي قضاع يقنوسو بقاس قلت لك لا ستوغت الشهر نغي وليتو يفهم نغي مرض يقني قلت المادة ومن بعد يعد ولدو تفهم الى غير ذلك مي تواربت انه اللي السيني وعزام الرياضيات تواربت ياتي قلنا الوسام يا الجسم يا الشخصيتس واللي نجح رياضيات مي لو اللي نجح رياضيات معناتها واللي نجح في شهاده معينه بات اللي ينجح شهاده معينه واللي تنجم غادي ينجح التجاره تصنغ المهن تصنغ وبالتالي تبدا الملفات تقدير الذاتي تجري توطى بمجرد بالظن تقدير الذاتي متدني يدق الدمار وبالظن انه يسق غلوبات عرضه للانحراف خاطر الشخصيه دينها ماشي ويتهمي الامور على بالك غير مقتنع السيسن يدق ولد انا سيني لحد وضيضا ايه هندجي هنداني غيري نشي نتيد تنضمون شخصيتي كامو يدق ولد مهما كان ذكي وعبقري بتارق بمانس واللي تنجم واللي تنجم يجو وهم يصلح يغف في مانس يدق ولد ارجز سواء درجز نغطى متردد في قراراته واللي زوجي بعد مهما كان مستوى الذكاء الانحراف الدخول في المشقات وشتيبين مخدرات دين النور وكل نويت توتا ديسن منا وشخصيه مهزوزه خاطي انسان الا واثق سي مهم بدل العوامل اللي انتجنت او تقدير الذات يتمنكز نغي قوة في نفسيه نتروى في نفسيه نتروى يعني تايزوت نغمزه ما انت تشري لان تنجي الوالدين هل ادعى ديما تقنت بالقدوه وسيله ناجح في الحياه اتنقلن بعلماء برجال نجح الحياه نسن النغ يعني عندي نجي تشري لنا تقون تقدير الذات النغ يعني غادي يضعف هل الاستهزاء الاستخفاف بالفكره النغ يعني الربط ديما يعني تعد وكيل في ممتش النغ في ليتش ام هذا الاطار نعم انت اهم امور الا تقون تقدير الذات الحوار كل ما الوالدين ديس ما يسمى علاقه ثقه جا الوالدين واللي تقعد سمامس واللي تقعد سبابس ديس مسألة ثقة يتربى بالظن إحساس بالمسؤولية غلطت سامحي يا ما غلطت غيابة سامحي تحمل مسؤوليتك من اللي تقعد يتهرب خاطر ديس تهديد ديس قسوة في المعاملة ممنوعة تحاورد والتقل غيري ما يتقل صوتا تتعاون شاك سوا معاك وتناقش شني غاتج نفذ ليجلس حوار الحوار جزء أساسي في بناء علاقة جيدة في بناء تقدير الذات رقم اثنين الدعم النفسي أبدي معاس شدت من لو اليو في مانس عزام واليو في مانس في بناء علاقة متزنة تازون تازون تجنت لك لون جالس انت وتو في مانس اد فلاين تمسخر نغفص اما غير شيء خلقي لنا طيب نغفص هاد بالدغ معاس واليو في مانس الرياضية هاد بالدغ معاس ما مد بباد بالدغ معاس وتعيدي نتنين ولا نتنين مع المعلم لنا
على طول مثلا نستهزن سيسنا وتسند وتفهم تشتمل ما تفهم تسعيدي تجيدي الى غير ذلك. اذا الحوار سند معنوي من بين الامور اللي وش فرصه وبالظن اللي يرقب النجاح مهما كان النجاح في اي تخصص مهم تازو تولا المعين اطفلي ولا راري البالون تسندم مية تيري دا واو الدبيختي من نقطه الا متميز ديس اتمدح غديس خاطي بالضروره تمدح غن البالون ما تسجلش الا بتي ينجح يحس هي ميم وقت ترقبي سنغ تير البالون معناتها انسان ادي نجم غادي نجح ادي نجم غادي نجح اعزام اديني الوالد ها شو سقر غاموني البالون كان سين غادي يبدا يخس البالون ادي نجح ديس سي عمري بتتزكي في هذه النقطه دو حسب التقدير ميم وقت تتفاهم بابك يتفاهم ان سنغي البالون ديس دعم ديس دعم وبالتالي ادي نجم غادي نجح قنون بلا مهم. ايضا لك مقبول امام مكتب بابك لان خصني كل هذه العوامل تجد بالزان تحسب بتقدير ذات يجري ذلك ما شاء الله نشكر امتش مران زالو سيستنا مجالو نص انا مجالو الوقت توش مرد يوم تقيمي تنبارش نشكر امتش فهم معلومات فهم تطفيتها بقيتها كان بمعمل الاستاذ سعيد فتوحه الى غير ما ادلس 101 طريقه لبناء تقدير الذات عند ابنك او نكتبه في الا في طريق لا في المطبعه بحول الله ان شاء الله ان شاء الله غير ما كتاب اخر التفوق الدراسي وكتاب ثالث ان شاء الله الاستهزاء او نكتبه او نكتب ان شاء الله الى ان شاء الله اتفون بمناسبه المعرض الدولي للكتاب ان شاء الله ثلاث الفرص الاولياء الى نضوان الاستاذه سعيد فتوحات عاد حاضره في المعرض الدولي للكتاب ان شاء الله على يور نيمار ان شاء الله الى تديك الفرصه دونك تقدر ندات نسن قدر المجهودات الاستاذه سعيد فتوحه يون ادلسن ان شبرت يقولوا سيستني بها امتش فون المطويت لك تيجي غدسو ديسكت يقن بوستر جمانيني نغيكت خطه عمل استراتيجيه عمل توبنا جار الوالدين ادميت نسن اتنال سسو يتوتنا لخزنا امارو جاون المباشر نعم انت لي بوستيرو عباره عن وسائل عمليه بسيطه تعلق بزن مثلا قوانين تقدر تنقر انه تقدر تي لديس قوانين يتبنى المسؤوليه تبزن كل ما القوانين موجوده يتبع تنتبزن الوالدي اللي تبع تبنى المسؤوليه ابزن ويتشر المسؤول من بين التفوق المدرسي غير ما يقول بوستر التفوق المدرسي يجي الهدف اثبت المعدل الاختصاصي عوض بت الخطوات العمليه غتنتج بعد ما مسات سلايس تتجاس النجوم ومن بعد يبدا المنحنى يجري التالي يرقب اتيني الطابل دبور يتبع دي سيمانس دو عزام سمان ليس الخلل كل اسبوع الى غير ذلك الادوات بسيطه جدا بصح تش مرآه خطه عمليه لتوجيهها بالظن سواء عزامس سواء المهارات بناء المسؤوليه حتى في العلاقات الزوجية لديس أمور مثلا في ميزانية العائلية مش ضبط ميزانيتك واللي تعيدي غير عجزة قدر الشهر مش متنا علاقتك مع ورجازك مع تمطط مع رجز مع تمططس كل هذه الأمور وسائل بسيطة بتعتيشنت أبرد يعني صورة عادة واضحة عادة يتقيم حد ديمان ستيد المرأة ترقب يتكوشا إلى غير ذلك مهم جدا أنت دقيش على دزعيم يا أول بوستر وتديك الفرصة إلى أن السن الجوانب اللي يضعف ديس من ميوك نغيل ليك الجوانب اللي يقوى دي سن الجوانب اللي يحتاج سيسن الدعم تنو الطرق الجديدة اللي الناس تستعمل تغلب خاصة في التربصات الخصوصية اللي كتجي العديد من التربصات والتكوينات الميدانية يتشري لنا دي عادي سيكون تقييم الورشات بعد ما تجم مجموعة من المحاضرات الندوات هذه عاد في الاخير كتقييم كل جن منش الجانب منش ربما ميداني تغديس الاهتمام وجار نعم نعم صحيح انت الورشات معناتها كل ما يتعدى ديس ورشات بعد تعدى ديس وسائل عمليه تعدى الورشات المحاضرات البرامج التدريبيه عباره عن جزء يلم الديس حد مهاره معينه يحتاج ما يسمى بالمرافقه يحتاج ما يسمى بالكوتشينج الكوتشينغ وبتا عند الوسائل ممكن حد اللي شغل وسائل راه يزوق الكوتش على طول ثقافه غير وتليز دغ منتشر على مجتمعنا فالوسيلة انت من سير عند الكوتش نيمانس من مدى عند الكوتش نو بالزانس رجال سنتو تبع عن بعضهم الى غير ذلك
كل ما دي متابعه بعد الدوره وبعد الورشه تعدى نتائج بحول الله ثابت. مهم الكوتشينغ سيد ولد المهم بالنسبه للزوجه والزوج، بالنسبه للامهات، بالنسبه لكل افراد العائله. اما ربما لو الانتشار الاخير الكوتشينغ جرى الى نيجو ربما هذه عاد يغلب كوميرسيال يعني وجرى عاد هدفي عملي علمي وجرى الاستاذ. نعم، انت الكوتشينغ عباره عن اداه وسيله المشانين التدريب ديس الكوتشينغ ديس الكونسلتينغ استشارات الى هذا الكوتشينغ يبنى حد ممكن هذا عاد فاميلي كوتشينغ ممكن هذا عاد بزنس كوتشينغ يعني بحسب التخصص يمارو ملا الاداه قويه علميه يرقب حد نتائج. ثانيا المجتمع واعي جدا وذكي يتسن من لا حد ندير يستاول دول نحط غير وسائل علميه ويتسنش الحكم دائما المجتمع افراد المجتمع الام الاب الزوج الزوجه هذا حكما عاد زوغ الحد ونوزوغ الحد تصغر ماتتو نوزوغ ماتتو وبالتالي لا واعي جدا من هو الشخص المحترف سمنا تصغى سمنا المدغ سمنا عزمه علما نعزمه كل ما نيز واحد دا وحدي ادي قيم برك حد عاد يتميز من هو يعني الاداه القويه المصدر الصحيح اموري لان عمليه لجديس نداوى الغلوبات الى غير ذلك. مهم انا ختم سيكون استاذ سنام جارو بتت نصيحتي لك ما تنوش الاستاذات الى انت والبنت التكوين في في عاد انت مربيات غاد عاد انت مسيرات يعني الروضات يعني منشد اللي عاد التعامل سن معهم الظن خصوصا الا كانت تجربه اولى ربما عاد غير سنت. اول شيء لا يصح دين انه مربيه في رياض الاطفال لاش غير ستكوين يستحسن طبعا الا ما غير موهوب صربي غير سجن اسلوب بسيط داعوب ترى معه بالظن بالظن متعلق سيسي رائع هنا كي تلخصت في من مغلب الامر صح لا يكفي لابد التعزمت. رقم اثنين السنة بظني سواء المعلمة ميتو تفمس نساز ممس اللي كل يدوك عمل آلي أو إذا تقدر البرنامج إلى غير ذلك وتتاوني الأمان توني خاتي الآل توني إنسان مشاعر وعقل وتجارب تجارب أنا تيني الجملة تريد أتيني عن طريق سلوك من متكرر مع بظني دوك عبارة عن قانون أرجوك حافظ غفص وطراز خاطر كان نحتاجي غادي دور الزمان صديق ممكن نعاد المعلم تروانم نغاد عاد الحفيد نم نغاد عاد دانسي بن يليم وبالتالي انتبه بتاكي التاجر عباره عن رساله عظيمه جدا نبيله جدا اهتم سيستو جاستقت النم تركز مع سداو بارك الله فيك الاستاذه سعيد فتوحه في الحضور معنا صاحبه مؤلفات 301 طريقه لبناء تقدير الذات عند ابنك التفوق الدراسي الاستهزاء ونشر نيدليسون إن ندعى إن شاء الله هتفغنس لمناسبة المعرض الدولي للكتاب دغيراس من الإنجازات للمؤلفات اللي عندي ما في تقدير ذات. أشكر أمس الحضور معنا إن شاء الله نلقى معاهم يكتب فرص بلادك المواضيع بلن خاصة في الألعاب التربوية إن شاء الله ندعى بديل الألعاب الإلكترونية إن شاء الله الهمم زوار الوالدين نسو في هذا الظرف. أشكر إن شاء الله نلقى معاهم يكتب فرص بلن. ولا شيء أسعد شكرا. الله يسلمك شكرا. عفوا يتوتنا برشا فقرات النوبه انا مرحبا انت كمان تونا ويغلو غرم تجنيت من انزوا تحت الطلب نتوتنا غير برشا الموضوع البورتري في تمجيده اولى وال الى نسجل نختي اوتنا احمد عبد العزيز تجنينت تنفست تمزوارت نغزر نمزاب تونشد 1012 ميلاديه دا غرم الى يبدا السيسي زوران نتغرمانتي غرسان تمجيدي وين تكبر ديس تلسن تساوني زورا تمجيدا نولاول تمجيدا تنميرت توبنا سيزمو لن المذهب اتصرتني مزوان ماشي توسن سيسا يولو تمجيدي وين نغزر اما سس سلبسطة تلانديس التفد الخشوع تزاليت سمودن امزانا ند لقواسي وطان التفد تيفوت نولون الديوك مصطفى حاج سعيد درجاز إروان تنفوس نمزواري ولسان غوجار يعني عاش داني الزاري غرمون قبل كاع الإسلام عائلة غرم نتلصديت لا غرم نولول
يغرمون دي قديما غاصن البعد التاريخي دا قديم، ولكن تحول لون العمران يزول غير مخيره ومن بعد يزغ التجني تاع 402 وني ديك التاريخ مهم جدا باش كد صدر بطاقه دافغ تبوات سي باش كتستقرن والاستقرار دوسيا مني تغن مدن بدو رحل قبيل زنات البيتري تغ تاع مرداني واد مزاب تغي ترحل ومن بعد بنت سناس تتساءل القرن الخامس 406 دوسو التاريخ المذهب اللي بادي مع الشيخ ابي عبد الله سلجيت وادريغ يزغ لدا يبدا يتعارف مع ميدن ودا ياوي داون الجانب الحضاري المزج جاري ني تغن تعاش عند بدو الحضار تدوسو معايا ني دوسين السادسة فلول بقايا يدوسين من الدولة الرسومية نسدرات كذا تجينا ونتنوع الحضاري دا مزوارنا ربطني رحم مزوان لأي مكان لأي بقعة مهما كانت هذه البقعة أول شرايط تجن تخدم التمجيد ميمي باش هاد عتملا كانديس أولا للصلاة ثم باش هاد سيولن كل ما يتعلق بالأمور الدنيا الحياة اليومية اللي تواري داني 1885 بالتقريب ميلادي 1305 هجري أو التاريخ إلا بالتقريب التاريخ اللي متواتر أننا نقاطر الشيخ طفيش لا يجد إلا يتواري مادام يزغل دان التاع يحدد المعالم القبلت خاطر يقن حد عالم في النجوم علم النجوم عند علم فلكي مارو هادي بدا جنادي هادي رقب هادي اشي حدد الشرق الغرب الوسط يحدد القبلت ومشهورة القبلت وسين ميدني مارو الوسائل الحادثة لقان دقيقة جدا خاطر على الشيخ طفيش يقن العالم عاد ميدن دا وين تيد باش كاس نحدد القبلت اولا سنحدد القبلت ثاني تبرو كان سيقن الشيخ هوني قطب الأئمة هادي حجر الأساسي الله اعلم او ما اكيد تغتزلان تغجرون بصح سي توجهون تمشي دايو في هذا المكان البعيد العاد نتسند كاع السات السات قيمان دا بصح مي ميجي انت مجيدا عند هذا الاشكال مي ميجي انت مجيدا على خاطر خاصني كنت لمده تسع الوقت قيمان دا خاطر صار دي سادي اجتاز دايت يعاود يراعات يزما سي قيم عا سادي نكل اين ونكلني دو قيمي يستلزم كل الوقت تمجيدا ولوال وسن رمضان دي سيشتمان انتي فوت دليمان او انت مجيدا وتي تقعد الصلاة التراويح تقعد سختمة نشي اخلاق تقعد بكري نعمر داني او لوال تقعد نتزالة داني تقعد نعزم القرآن تقعد نغي المعلم ديما بعد تقريبا مع ولين تفوت الناس نعزم القرآن الى الساعة التاسعة الى الساعة العاشرة ومن بعد نزوى كل حد يزوى في منس او انت لسي 4 سنين سما يعني مارتول العام ترزم انسان سيف ان جس مع العام على العام تسمى سنت الناس يفعون حول قالوا يا القرنين ان يا جوج وما جوج اجعل بينكم وبينهم رتما اتوا لي صفر حديد حسن الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء تمجيدا ولوال لقبلت ويبرسن فرحة البال دليمان دويبرسن ستيفا وتنولاول دنهنا أربي جان ختونت معي مسلمنا ونتمجيدا امين يا رب العالمين ديك تصور بهانت امت فوغلا نغ امبرش يتوتنا برشا حقنا غادي نيمار ارحب سيسن دي تيتشلت فيت سنت نغ دي تقيمت فيت سنت نت نوبا مرحبا نرحب سوت نغ الطالب نغ المد يوت نغ بللو محمد الامين تمدش تنبرش يوم محمد ربا شافتكم صح يا زفتور باون يحفظ شكرا جزيلا الله يسلمك ونشكر امتش وحضرتش معنا اللي كان سيو في الموضوع اللي انا غير سكت لهميته مقرات نسيوت في المقدمه تناول الحصه الهيب هوب او الستيل نغاو النوع الفن الى دي امكراس نغش شي او الفنو الى تحولت الى دراسه اكاديميه الى دي عاد مذكره التخرج انسيو لو انت نفوست نيواك محمد مع نوع الفن الهيب هوب بسم الله الرحمن الرحيم اولا هذا هنا قاع مسلمن تمرت دوني سكسان نسكاس الهجريه
ربما ثقافه الهيب هوب ما خاصش الديجيتال تنزرت حتى نفسي غريبه نوعا ما مي ان ثقافته وتدوين مجرد ثقافه مجرد وتدوين مجرد مجموعه من الفنون لغاس تاثيرات يغلب امام المجتمع تاثيرات سياسيه تاثيرات اجتماعيه تاثيرات ثقافيه اهم الجامعات العالميه دول ديمار تشكل أهمية تزع دكت أن تقفتو حتى لنسن تأثير أماس المجتمع كيفية التوظيف أماس العلاقات باش تركز أكثر كيفية التوظيف في العلاقات الثقافية ما بين الشعوب مهم كما زوي للدراسة والموضوع اللي كتخص تاوني أول فكرتي لأن تخير الموضوع نغ لو تام نغ العنوان دراسة الهيب هوب ميول نغ متابعة نغ اكتشاف ربما نشكي تاع شي غمسنا امسن ضمانه يعني كفنان يعني كفنان مهتم بثقافه الهيب هوب يشير رغبه بهذاك الشراي يدفعي يعني جاك المغامره خاطر سياره المغامره يعني خاطر تقدر تجمع ريسكي بهذا الشغل تحاول تعالج الموضوع كدراسه اكاديميه في الجامعه الجزائريه اختيار الموضوع يتوغ نابع عن الهوايه يعني الهوايه تتوغ غير جات الى عاد الهوايه التحول الى موضوع اكاديمي أيوة. موضوع علمي ايوه مهم جدا ديجاش انا زعيم اول الخطوه تيمزور اللي كتبيت انت النقاط تيمزور الى نخيره عنوان الموضوع الى الشراعه في دراسه انك تحضر لهذه المذكره ربما حاول شيء ديما تشغل سؤال سري يعني هامي الشباب تهتم ثقافتهم يعني بات الدافع بات المحفز يجد يهتم ثقافته هامي مثلا وين يتغنى الراب قال مثلا هامي تجا البريك دانس وين هامي تجا الجرافيتي ما هو تهتم دي جي هامي يعني السؤال لازم يطرح شيء حاول اجاوب الاسئله المحوريه بيان سور حاول اتصل بال الجمع الماده العلميه الكتابات اهم المراجع تحوس في التاصيل التاريخي تشرح الكلمات معاني الكلمات تشغل شغل تشرح بعض الظواهر ماشي سيرتو لبست مثلا وني قنكاس كتلفر بتاع المعنى سوني مثلا قناص راوي لار بتاع المعنى خصوص لبست ها على خاطر على خاطر يعني نجلس كي نتوافق ربما اين واردني داين ويوالينا راهي شخصيه الانسان بارك الله فيك خاطر ربما يتحس اكثر حريه مي قنا رضني اكثر جراه ربما الشغل كتقليد او تبعيه اكثر خاطر كنت تاثير يعني ايوه كتاثير في اطار العولمه خاطر الشرايين اللي قمت يسيروا لي سن اهم شرايين مثلا شو الشغل كمثال نموذج اسراوي لارج هامي قنا اسراوي لارج انت المعنى كنت حوس التاريخ انه اسراوي لارج تغي يعبر عن 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 ضد العبوديه في الولايات المتحده الامريكيه يعني تغرنت الشرطه في الشرطه الامريكيه البيض تقنا اسراوي حزق اما السود قنا اسراوي لارج كتعبير عن 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 ثوره ضد التمييز العنصري تخلرج يعبر عن عن في الحاجه الفقر ما حدش راه يجيب ديما يرسم ديما يقول ديما لحاجه الفقر تاع الانسان يعيش الفقر ضد الظلم الاستبداد معاناه يعني ايوه كدلاله سيميائيه عن شرايني ثم نحلل ان اهم دلائله بطريقه اكاديميه بهمد نتس ادواء عن بتنتج جنب هذا الشراي سنبنى كسنبدا صوره واضحه للمعالم سن ثقافته بدون ما نتشن بدون صور نمطيه من بعد ما تشن صوره يعني احكام يعني احكام مسبقه ان 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 شرايو مهم انه ولو انه شتي بناء او دراستي زعما دي قلنا نواردني باش كادي عادي تمارس الفني يعني غير علاقه نغ غادي نجمع ادي ادى الفن بدون يعني وارد لا انت اهم شيء ادي سمت تشرايو ادي عزم ادي كل بغف ادي سن المبادئ الشرص الاهداف مي ادي قمار في اطار التبيئه ادي قمار مشروع التبيئه الاهم دون من الدفع لجرس دراستي يعني كيف ان ثقافته العالميه كيف ان تنبيئ في اطار محلي جزائري بتوابل محليه جزائريه خاطر ديما قرا سنت كلمه لازم الاحتواء ثقافته ثانيا التبيئه باه نخلق نموذج ثقافي جزائري عفوا المصطلح الثاني الاحتواء ان نحتوي نشرايو ومن ثم التبيئه يعني كيف نشرايو عالمي كيف نرتد بطريقه جزائريه
تولي مع المعتقدات او المعتقدات او التقاليد الجزائريه المجتمع مثلا الجزائر. مهم دقيقه شلنا زعيم نضبط الموضوع نشوف تصور عفوا لو الموضوع ننطلق في منهجيه اعداد او البحث العلمي. اهم اشكال هي الماده العلميه المراجع الى نسند ربما المراجع الى نعدنت باللغه الانجليزيه في الغالب. قضيه المراجع اشكال دزعلك انه اولا لا شغلنا مراجع اللغه العربيه تساوي ثقافته. ربما في الجزائر لانت اول دراسه عربيه حول الراب كانت استاذه من الاستاذات نتو معايا استاذه الدكتوره عبر حفيظه نغس اول دراسه اكاديميه حره في الجزائر. لما بعد المقالات اما في الجزائر في خصوص كفن وحده هو الراب كان بعد نفهم من قضيه ثقافه الهيب هوب بمنظورها المختلفه. علاش خاطر ربما علجغ ما بما ثقافه الهيب هوب بمنظور مختلف حول الجر التاثير الاسلامي في ثقافه الهيب هوب العالميه. قضيه الثوره الجزائريه وثقافه الهيب هوب العالميه قضيه كيفيه تبيئه هذه الثقافه وتوظيفها في العلاقات الثقافيه ما بين الشعوب اهم المحاور اللي حاول ان تعالج اهم النقاط التي اذن قضيه عنده قضيه المراجع لن بعض المراجع لاساتذه من الولايات المتحده الامريكيه اني شخصيا اتصلت بهم تصل خصيصا عاوني اون بيرسون يعني كتابات ربما الكتابات تنجمدت تتسخد خاطر الغلان يغلب اعطيهم الصحه يعني يغلب اساتذه سهني الامر الاساتذه الخارج سيرتو دكتوره سيمون جاكوبسون بروفيسور مارك كايدز جوزيف ال جونز يعني دكاتره مختصين في هذا الشيء عاوني وشيني بعض الكتابات. جو اخرى هو الحوارات اهم الحوارات الفنيه مع اهم الفنانين المختصين في ثقافه الهيب هوب ماشي مار تريكو كان تريكو اني قنخت سجن الشعار لبعض الفنانين الامريكيين يتاثرن بالثوره الجزائريه وتفنت اما ثقافه الهيب هوب اما ثقافه الامريكيه منهم اجرد باند انش مثلا ياسين باي يستعمل لا بطيضه الجامعة الشانسون ان فمثلا البروفيسور سهل دولتازي يستعمل ثقافته يعني منظور يشغل الناس انه ثقافه الثوره الجزائريه بمنظورها التاريخي موجوده متاصله داخل ثقافه الهيب هوب الامريكيه. يعني القوه تس عن شريلان التاثير دزعلو كان مس ثقافه الهيب هوب الامريكيه. ان تريكو اللي كيتقند ان تريكو يمثل الجيرز اندر سايد اوف ذا باور اندر سايد اوف باور ولا يتوش لونجيرنار سي جروب امريكان يقول الجيرز باند تو فرقة أمريكية تؤثر الثورة الجزائرية خاصة لو فيلم لاباتاي دالجي معركة الجزائر نتوغ تأثير عالمي في فترة نتوغ المجتمع الأمريكي يعاني الاضطهاد يعني تغ الثورة الجزائرية ديقن نور ديقن سيمبول ديقن علامة تأثر نسيس سمني ديك تيفوت اللي شفنا تيفوت تغلي مار تاثير سلا موجود مهم جدا دقيش انا زعيم او الشخصيات او التواصل اللي نادرا دقيش انا زعيم الى نيوض الى او دراسته في خلال الموازات مع او دراسته تجد العديد من الملتقيات سخصوص الملتقى مجرو ان جو اول ملتقى وطني حول ثقافه الهيب هوب في 8 و9 ديسمبر 2017 من تنظيم جمعية صيحة الظهر لولاية أم سغانم وتحت إشراف مديرية الشباب والرياضة لولاية أم سغانم نجو نويد أساتذة أكاديميين مختصين ثقافته نويد أهم الفنانين الجزائريين اللي تهتم من ثقافته باه نحاول أن نوش أن نشخص أن ثقافته أمة الجزائر أن نحاول أن نبرز أهم الفنانين الذي أدوشن باع أو دفعة قوية لثقافته في نفس الوقت نحاول الى ان نرشد الى سما المدن الى توثيق لانه الاشكال نتاع الناس الاهم الاكاديميين الجزائريين في الثقافه بصفه عامه وثقافه الهيب هوب بصفه خاصه قضيه التوثيق لاش الكتابات اهم المراجع لاش الكتابات الورقيه حتى اللي في الديكومونتير اللي تعتبر هي مرجع. ثاني نجو في جوي نجود ندوه تقييميه حول الملتقى نتوج باه نجو مشروع كتاب اول كتاب حول ثقافه الهيب هوب في الجزائر في نفس الوقت تغنغ تعاون مع مشروع ويكيبيديا الجزائر على اهميه التدوين الالكتروني لفنانين ثقافه الهيب هوب في الجزائر. مهم بانوش يعني باه نحاول ان نج صوره ثقافه الهيب هوب الجزائريه أن تكون حاضره لان ثقافه الهيب هوب الجزائريه في التاصيل التاريخي موجوده
يعني مثلا فرنسا فرنسا تدفق دي ثقافه الهيب هوب مع سيك دزيري. واول اول اول شغل اول يعني لا وسيل ينشط في هذا ايوا في هذا الميدان بهذا برستين ما شاء الله. ديكاش لان دزعيم الى نيوي يستشن منه ونترا نغزر ومذكرتك يعني التقدم في اطار تخصص علوم سياسيه يعني مدى القبول يعني من اللجنه العلميه النغ القسم العلوم السياسيه والموضوع اما الموضوع بتي تدرج في اطار موضوع علم الاجتماع قريب يعني لانه ظاهره اجتماعيه في اطار علم النفس عباره عن يعني ترجمه لبعض الاحاسيس النفوس يعني في اطار علوم سياسيه يعني كيفاش اطار علوم سياسيه في اطار تخصصك الدبلوماسيه والتعاون الدولي وذكرتك ركز على المستعلقه ان الدبلوماسيه الهيب هوب شنو هو دولة اسمها دبلوماسية الهيب هوب؟ حاولوا تركز كيفية المنظمات الدولية الرسمية والغير رسمية، أهم الدول، كيفية توظيف أن ثقافته في التواصل ما بين الشعوب. يعني ثقافته وظنت بعض الدول خاصة الولايات المتحدة الأمريكية بديك أهم وسيلة للتواصل مع الشعوب العالمية خاصة الإسلامية، خاطر التأثير خاطر أدركن أهم شعوب أهم هذه الدول أنه ثقافة الهيب هوب متأثرة بالثقافة الإسلامية. يعني حاول نسين أن أدركس نشرايو أدبنا علاقات ثقافية بتوظيف متغير ثقافة الهيب هوب. خاصة مثلا أنه في الهيئات الأمم المتحدة واليونسكو الهيب هوب ديكلاريشن أوف بيس يعني الميثاق العالمي للهيب هوب للسلام. يعني حتى ثقافة معترف بها من هيئة من منظمة اليونسكو كثقافة معمولة من أجل السلام ما بين الشعوب. ما شاء الله شكرا امتي وبلولو محمد امين لحضورك معنا ديون اليوم بارشن رسالتك ربما او المذكره تلا في مشروع التحويل الى كتاب من كتيب كتيب ان شاء الله كان حاول كيف نحول الى كتاب باه نكمل ان نستمر المراجع وجار تشكر وزاره الثقافه على راسهم وزير عز الدين يهوبي على خاطر ما منتس يقترح فكرته يشجعي يفتح تاورت مام يعني يطلب نسخه شخصيه انت يمانس ونشر هذا وحده مدى بنا يعني تعمم على جميع الطلبه الجزائريين اللي تهتمن بالدراسه الثقافيه في الجزائر. ما شاء الله موفق ان شاء الله كموضوع كمشروع كتاب ان شاء الله في المستقبل هو محمد الامين ان شاء الله ما جمعتك الفرص بلا تنمات. شكرا بدر الله يسلمك نشكر امتش يتوتنا باش نتبعنا ديال نيمار أنبد مع ونزلي نفنان إبراهيم خزماتي اعتذري ماني توغمت كرمان تجيد لك أنو بزان يكمان اعتذري ماني توغمت كرمان تجيد لك أنو بزان يكمان اعتذري تطشدي الله السلس ولك يتودى يسوف سن الميرة اعتذري تطشدي الله السلس ولك يتودى يسوف سن الميرة دقا سلا يكرم يسجمد يسكرم لغدا عسى دقاس الله يكرم يسجمد يسكرم لغدا عسى اعتذري ماني توغمت كرمان تجيد لك انو بصاني كمان اعتذري صبر نسود جو أديالي يسغف نغول تنودو
اعتذري لما نصبر نسوجو اديالي سغف نغول تنودو دوب قاسي لا يكرم يسو جمض يسكرم لغدا عسام دوب قاسي لا يكرم يسو جمض يسكرم لغدا عسام تازري هاني توغام تكرمات تشيدو لكانو بصال يا كمال تازري قلت وشتي مثل انا باش تغرب اعتذري ميمي تنجي وانا قلت وشتي مثل انا باش تغرب دوب قاسي لا يكرم يسو جمض يسو كرم لغدا عسام دوب قاسي لا يكرم يسو جمض كرام لغدا عسام تازري هاني توغفت كرما نشيدو لي كانو بنصا عليا كما صبر غي وسام ونتنيني مثل تمنى عايغ عايغ شي صبر غي وسام ونتنيني مثل تمنى ان شاء الله نعي ديما ان شاء الله هنبش نعافر اجر اعتذري اعتفو فتمرت نتزايد وغلا نغي برشن دايلو تيمورا ندون نيت يتوتنا باش نلحقنا ديوني مرحبا سيسن فقرات نتنوبه انا مرحبا لنت كملت انزو دي معدي ان ده هاند الانشطه نتوتنا برشا سجل فرحنا مقرا نرحب سيوتنا الكشاف النشيط يوتنا حسين خياط ديش تبرش هو حسين طن برشا نتشرف الدعوه تنو مع الاخ يوسف اش نشكر امك الشرف غرنا كملش هنا شهاده نشعت البكالوريا الى توفق ديسا سكاسو بعد يعني ني غنطروا النشيط الطموح يعني كذلك الرساله تحضرني لازم لاش غير سقل عمر صحيح الحمد لله توفيق ربي مع العزيمة الإصرار الحمد لله ربي وفقنا ما شاء الله تونيت هذيك الرسالة أيلو توتنا برشا لأنه توفق يوشم قرن شيعة البكالوريوس نسوك سيزوان الموسم الدراسي 2018 2019 كتب مؤتمر ديك الطموح إن شاء الله إن شاء الله النتائج تعدن تم برشا المثال نيوتنا حسين دغيراس انتوتنا برشا إلى نويد منه النتائج إلا يعني باش تكمل اعزم سندي دراسات العليا اسنسيو في الموضوع الا ان يدراك الحدث ده مخيم دراسات مرت الجزائر انت المخيم الكشفي العربي دي تيشل تس 32 الى ادراني دي تمل غيخت الجزائري توشمر الاسبوع النغيسبي ايزوان انسيو فيك البطاقه تنفيق التعريف فون الحدث مقر بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على رسول الله أولا نهنئ المجتمع الجزائري والأمة الإسلامية بحلول سنة الهجرية الجديدة 1440 إن شاء الله تكون سنة خير سنة يعني النجاح والتفوق على جميع الأصعدة كذلك هم نشكر سيد دعوتو باش كنسيو أندي ماسك شاف هاد النشاطات الاجتماعية والثقافية باش كنشك صورة نيلان تساراني ملوي تهتم يتبع يعني يتابع نشاطاته
بالنسبة لمخيم الكشف العربي الكشافة الإسلامية الجزائرية قبل 3 سنوات توخير على مستوى المنظمة الكشفية العربية باش تنظم أن تظاهراي توجه كل 3 سنوات. آخر مرة توجه الأردن سنة 2015، يعني بعد 3 سنوات 2018 توجه الجزائر 25 أوت غل 5 سبتمبر، شاركن ديس 16 دولة عربية 16 دولة مع الجزائر في 17 من 19 دولة معتمدة لدى المنظمة الكشفية العربية. الحمد لله يعني المخيم كان ناجحا بشهادة الجميع. ديس كذلك مشاركة 1200 كشاف وقائد مؤطر كشافين ديس من الدول العربية الشقيقة وكذلك من مختلف ولايات الوطن، وكذلك وسين الوفد نتغرديت تو تنا كذلك مش لا تريد تسدنا نعم كذلك وني الوفد نتوت نتغرديت ثاني قاعة شرفية توج يعني توت جنت الضيوف شرفيين لنزوران المخيم. الدولة غير المخيم توجب ديس عدة أهداف، أهداف متنوعة في مجالات عديدة لا تعد ولا تحد، ديس مجالات يعني تربوية بالنسبة للفتية الكشافين، ديس مجالات الاهتمام بالجانب يعني الاجتماعي، الجانب الثقافي، جانب جميع الجوانب التي تهتم أساسا كشافة في هذه التظاهرة. ما شاء الله، ديك الشيء اللي زعيم أو إيد الإعلام من الدول اللي شاركت أو تظاهرتو في القاعة الشرفية ديك الشيء اللي زعيم. نسول سلخصوص سيدي تنوبة مرحبا أزدغات أزكو سيزوان نسول في التحضيرات إلى بدانت اللي أنت لاقي تحضيرها والحدث سلخصوص يتواتي تغن في لجنة التحضير سلخصوص شتي تغد لكن عضو اللجنة الوطنية للتخطيط ومتابعة الاستراتيجية بالقيادة العامة للكشافة الإسلامية ماشي تغن تحضيرات سلخصوص إلى الحدث دام قرن إلى أن يستشنا يعني صورة الجزائر أماسنا يعني التنظيمات النغ تظاهرات تزعلك فعلا ليس من السهل تنظم مخيم دولي في حدود ديس 1200 شخص من جميع الجوانب الخدماتية تتخدم تتوفر من دول عديدة كل دول تتميز بثقافتها ويعني طريقة عيشها يلزم الدوسين يلزم نساجم يلزم أقل من باش تحقق الأهداف المخيم فعلا ديس مجهودات كثيرة وكبيرة. أول شيء يعني رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أنت يشاس رعاية المخيم حتى الدولة الجزائرية من وزارات يعني اللي انتغرست علاقة مع الكشافة الإسلامية الجزائرية وزارة الشباب والرياضة وزارة البيئة وزارة المجاهدين بعض الوزارات لن ساهمت كذلك بتقديم خدمات وسهلت بعض الأمور التنظيمية كتوفير النقل توفير ربما الإيواء في بعض الجوانب بعض النشاطات كذلك ولاية الجزائر كذلك تتساهم يعني احتضان الحفل الافتتاح توجه الصابلات كذلك بعض الولايات المجاورة تبازا البليدة المدية كاع ساهمت يعني كاع يمسيونوا يعني حملت المسؤولية كشافة بشك يعني أتبدو جار أتحضر وجار كذلك بين على مستوى الكشافة الإسلامية الجزائرية قبل تقريب سنتين توجه مخطط للتحضير عن طريق لجان ديس لجنة البرامج ديس لجنة البناء والتجهيز ديس لجنة الإعلام والاتصال ديس لجنة الإدارة والتنسيق ديس الكثير من اللجان لجنة التشريفات لجنة الحفلات والمعارض كاع اللجان خدمت ديس تكوينات للأعضاء اللجان المؤطرين باش يعني عدن في الحدث يعني واجدين جاهزين مؤهلين باش كتقوم العمل كما ينبغي. في الحقيقة ديس تحديات أولا من الدول اللي متفرغين يعني للتحضير بصح الحمد لله بتوفيق من الله المجهودات الجميع الأمور الحمد لله في المخيم يبين بلي التحضير يجور كما ينبغي ما شاء الله. ديك الشيء اللي نزعم يعني 25 أوت غل 5 سبتمبر إلى إمار نجور يوم تظاهرة المخيم الكشف العربي دي تسجل في 32 لن يدراد يتمرت نتزاير أهم البرامج الأنشطة إلى أن تخصص يوم وفود إلى المسيد ما شاء الله نسبة برامج حق كثيرة وكثيرة جدا ومتنوعة ربما تركز على بعض البرامج والنشاطات ديس نشاطات من وحي المخيم العربي من ضمن التقاليد الكشفية والطريقة الكشفية التربوية عند عيش حياة الخلاء يعني كاع الكشافين فتية وسين دو سين قاتخيم كلوتيل وسين جين تلاتون تنسن من جميع الدول وسين دركم إجدين تزارين أشحد ني خيم ديس سيدي فرج مخيم
من القريه الافريقيه اللي اسمه خيامات فرعيه. كل مخيم دي تسميتك تسيل شخصيات يعني الجزائريه الثوريه نغمين تاريخ الجزائر من يوغورتا دي اسم مصطفى بن بولعيد، مخيم فاطمه اللانسومر دي اسم مصطفى بن بولعيد مش ذكر مخيماته ديس. كذلك البرنامج عيش براري، برنامج اتجه في الخلاء انه كشف هادي عاش معي تمس يعني من دول مختلفة، أزوان نادنسن ليلة في الشريعة في البوليدة ولين يعني تيليفيريك تشوف الطابع الديني 24 ساعة. كذلك ديس برامج فكرية كقرية التنمية، أنه الكشافين يطلع على بعض الإشكالات التي تعيشها ديسنت وأسج بعض الحلول ومن خلال ورشات عملية تطبيقية كورش رسل السلام كالبيئة كبعض التواصل التكنولوجي الامسيون من هذه الجوانب يعني توبنت في اطار برامج بيداغوجيه تربويه موجهه للكشافين. ربما بين البرامج كذلك انها الجزائر الفرصه تسوق الثقافه العريقه للمجتمع الجزائري والمتنوعه، ديك الفرصه تسوق من خاطر الوفود العربيه سي الدوسين والدوسين تخيم فقط وسين تطلع على الجزائر تعرفنا على دوله الجزائر وعلى مجتمعها وثقافتها وتاريخها. ولذلك توسطرنت برامج هذا النوع توجه جوله في وسط العاصمه ستسمى مفاتيح بني مزغنه، زورن بعض المعالم كمسجد كتشاوى القصبة وبعض الاثار السياحيه حديقه الحمال صابلات الى اخره وسط العاصمه، كذلك مواقع اثريه بتيبازا رقم الحضارات المتعاقبه على دوله الجزائر. كذلك ديس برامج اخرى كندوه للعرفاء من خلال ندوه لعرفاء ولقاءات للقاده، كلها تتت في اطار التبادل والتعارف بين ابناء الامه العربيه. ما شاء الله دقيقه شلون الزعيم خصوصا الفقرات ودي تيتشل تمزر تدرس تمرتنا الجزائر اكيد بدنا في العادات التقاليد تمرتنا الاهداف في لان نغي سوي تغن سبريدنا المخيم. ديس حق اهداف كثيره، ربما من ابرز الاهداف انها الجزائر الكشافه الاسلاميه الجزائريه ديك الفرصه انها يعني تبرز مكانه الجزائر على مستوى الدول العربيه من خلال النشاطات الكشفيه. حق الكشافه الاسلاميه الجزائريه دائما متواجده في المحافل الدوليه وخاصه العربيه بوفود كثيره وبمشاركات متميزه، داني الفرصه انه الكشافه الاسلاميه الجزائريه تبرز مكانه الجزائر لدى الأجيال الصاعدة بالنسبة للدول العربية. كذلك من أهداف النوع التعارف بين أبناء الأمة العربية الفرصة سنوش يعني الكشافين من 15 إلى 18 سنة أنه دي 10 أيام مع كشف من دول متنوعة يتعرف على عاداتهم وتقاليدهم، أدي المد بعض القيم، قيم التعارف، قيم التسامح، قيم الاحترام، قيم التعرف على العادات والتقاليد المتنوعة من خلال برنامج وتذكرت من أهم برامج يوم بلادي كل دولة تعرض ديس ثقافتس تقاليدس للمشاركين وحتى للزوار من مختلف يعني من العائلات الجزائريه المتواجدين في العاصمه. كذلك من الاهداف انه توجه بعض البرامج كذلك من خلال مشاركه الدول الجزائر تستفيد ببعض البرامج منها برنامج قريه التنميه نظمت المكتب العالمي نظمت داني في المخيم الدولي دي بعض البرامج الدوليه الفرص الكشافين يعني طالع عن البرامج اللي ربما مستقبلا نتشارك في هذه البرامج ان شاء الله بس انترني خبره وتجربه. ما شاء الله دقيقه شلون ديزاين البصمه نتوت نغي برشا نتمنى سبريد نتمنى خصوصا القاعه الشرفيه ديال تصور بها انت ايمج ماني تغل بصمتهم المشاركه هم امسون وخيم. مشاركة توت تميزت بنوعين ثلاثة، نوع مزورا الوفد نتغردت يسد من كشافين وقادة شاركن في إطار الوفد الجزائري خاطر الجزائري الوفد ديكن ديس جميع المشاركين من مناطق الوطن ديس شاركن حق الحمد لله برزند كالمعتاد أخلاق نسنس النشاط نسنس الالتزام نسنس الانضباط نسنس الاحترام نسنس للغير كذلك النشاط نسنس. كذلك المشاركة الثانية وهي متميزة جدا انه الحمد لله اسم مشيت كرمطورو الهدف كشافه سميه جزائريه تبرز ثقافات الوطن
الوطن باش يعني الوفود العربيه تنتوي مسافه 600 كيلو لغلان تيوي دغلان الى وسط المخيم العربي توجد قاعه شرفيه بديس يعني التراث مجهزه بوسائل تقليديه نغلان زرابه بعض الشغل نغلان حق دانيا نشكر توتني بدن يعني سلقعتو خاصه القائدين باكر بكرع والقائد بن الشيخ يدريس قائد فوج الوحده فعلا وبعض الشباب نتوت القاده بدن وكذلك تقديم بعض الاكولات نتوت تجديش الرفيس شخشوخه بعض السمانين من التقاليد الحمد لله لقعتو زورنت وزراء منهم وزير الشباب والرياضه الوالي العاصمه كذلك حتى الامين العام منظمه الشؤون العربيه امين المكتب العالمي امين العام منظمه العالميه لحد دكتور احمد الهنداوي كاع ريح يعني نقعتو وعجبت الحال. مشاركة ثالثة بعد نتوت لان في اللجان العمل والخدمات سيس نتحدث وبعض الإخوة مصطفى هني قائد قاسم بقرة سعود القيادة العامة في لجان التنظيم والخدمات العامة للمخيم. ما شاء الله دقيش أنا دزايم دق المخيم إلى يجدك البصمات يشن إلى تمرة الجزائر ديما تكون المواعيد أو الخصوص مع الأشقاء النغ أنزا الانطباعات نون مدن السنين وزوا الخصوص دي الحفل الاختتام. فعلا الحمد لله المخيم يجدك الاثر عميق لدى نفوس الحاضرين والمشاركين من جميع الدول. اولا اغلب تلا نتاير الاسم من السن العلامس مسحد الشعب الواقع وسند فعلا وفين يعني امور اخرى تعجبني البنيه التحتيه اسم الجزائر العاصمه وضواحيها من وسائل نقل متنوعه وكامكانيات حق فعلا متوفره كذلك التنوع الحضاري سيرق من الحضارات قطعة الجزائر وبالأخص الثورة الجزائرية زون خاطر دي الزيارة إلى متحف مجاهد ومتحف الجيش رقم الثورة التحريرية بات يعني للمجاهدين يعني التضحيات الجسيمة فعلا قيمة منبهرين كذلك الأخوة الشعب الجزائر التواصل الكرم الضيافة فعلا الحمد لله حسب قولهم يعني لنا قارن قبل ما تزوان إن شاء الله تقيم ذكريات خالدة في أذهانهم إن شاء الله. ما شاء الله أون انطباعات أون النشاط لمدة من وسان داني زمرت نزير إلى دفغ في نشرية نغ إنتاج إلى يعني حدودني الذي بد في أي أنشطة تنصور في سنة 2021 أكيد ديس منشورات خلال المخيم طبعا أكيد ديس بعض الأشرطة الوثائقية للمخيم أهم النشاطات في حفل الاختتام يتعرض يعني يكون برومون المخيم كاع أكيد وني بعد الساعة دفق ديكن يعني ديكن شاريت روبورتاج حول المخيم يفيد الجميع خاطر حق هذيك التجربة يعني فريدة ورائعة جدا تذكر كذلك الجزائر هوني المرة الثالثة تحتضن المخيم تحتضن في سنة 1968 ثم في سنة 84 وهي المرة الثالثة المخيم 32 ب 1918 ما شاء الله دقيقة شلنا دزين ديك تصور بهانت أمت إلى شلنا تمرت الجزائر شلنا تو العادات التقاليد دوني شريز عليك إلى دي تمرت الجزائر ندول بسيدخ يعني مع انفدو هذول بسليار نيزوان المخيم من الكشافه لوحده تبان مستغانم الى ان يجروا منا والكشافين الى ان يسعقوا يقولوا سالم هان امج يعطيك الصحة هذه الفرص معليش لابد سنو شي توتنا لولا نتبع النشاطات الكشفية فوج الوحدة كوفي لبرامجه الكشفية وخاصة لمخيمات لا يجو المخيم الفوج الصيفي مستغانم ديس 10 أيام 12 يوم ديس مشاركة كشافين من اسم الفوج الوحدة داني العاصمة كاع سي غرمان شاركند وقادة الحمد لله حق مخيم كان ناجحا ومتميزا الفرص الكشافين زورن ولاية مستغانم طالع عند المعالي مس نشط كذلك نشاطات ترفيهيه نشاطات كشفيه ان شاء الله المخيمات ديما نقارسن يقولوا عن التحفيز بشكل يعني كان مع انطلاق السنه الموسم الاجتماعي والسنه الدراسيه الجديده نسال الله النجاح والتوفيق لجميع ابنائنا المتمدرسين حق يقولوا على شحن البطاريات باش ان شاء الله ديعد سنه ناجحه ان شاء الله ما شاء الله الموسم 2018 2019 الكشافه الفوج الوحده
بات هذه الشراي جديدا تسجيلات بدات حدودا الى يوض من ميسي الى سكاس تسجيلات هو حسين. يعطيك الصحه. بالنسبه لفوج الوحده تسجيلات ان شاء الله الجمعه الاولى من شهر اكتوبر تبدا في مركب العاليه مقر نشاط الفوج من السنه الرابعه ابتدائي فما فوق. الدعوه اكيد من بعد تفلي اعلان بعض التفاصيل امور تنظيميه حول التسجيلات ان شاء الله غندسن يعني اعضاء القدامى والجدد نرحب سيستم في الفوج وندعو كذلك القادة ملوي غرسخي براكشفية في أي فوج أغلان جقاعي غرمان لمتواجد في العاصمة بحكم العمل بحكم الدراسة حمك الفوج لا يعني مستعد أنه يستفيد من خبراتهم وتجربتهم ما شاء الله. بدأت إن شاء الله لنتكون طروصاً يونس وقاس أيوة حسين تكوينات غرنا المنهج الكشفي نتبع تديس جميع المجالات التي تخص الفتاة من الجانب الروحي الجانب العقلي الجانب الجسماني الجانب الاجتماعي. ان شاء الله الهدف انو تكمل نشاطات كشفية تكمل انت نشاطات يعني الدراسية يعني تبي في المدرسة سواء المدرسة الرسمية او المدرسة الحرة القرآنية. ان شاء الله هذه القيم والمبادئ تنتجسد في حصص الكشفية ما شاء الله. ديك شلا ندير باش نشكر امش الحضور معنا غير حسين خياط الحضور معنا داوني وني برشن فوق المخيم. اهم انطباع اللي قيم بالبلد ديون المخيم المستغان من المخيم الكشفي. اهم انطباع في كل مخيم نكسب ديس علاقات جديده من جميع تسمى سيرتو المخيم العربي فعلا من دول عديده وكذلك استفدنا من برامج كذلك جديده تسمى الحق هم ديك الخبره بالنسبه لشنين في تاثير البرامج والنشاطات الدوليه. هذه يمكن لكم تزوروا بعض الدول الا بلا ما تنزلوا يعني. هذه الفرصه ربما يخصص الاطارات الى بهاي الحمد لله شخصيا الحمد لله نزور الكثير من بعض الدول نزور مصر ليبيا تونس لبنان الفرصه توسينا نغد ماشي نزوايا سن وسين نعرف ثقافتنا ان شاء الله كان كرمت ماشي كرمنا نخ ما شاء الله. نشكر امتي حسين الخياط في الحضور معنا داوني من برشا ان شاء الله ما جمعتش كتل الفرص ولا تنمرت دي خدام الاجر غل دسات يتوتنا برشا فقرتنا تنوبان مرحبا تكملت انبد مع نزلي الحاج دواق. لك عيش ابوك لك عيش ابوك تلل تلل انت سريع فوسس
دام براش ديز تيل ميريل لك عيش أبوكاد للا أنت سريل فوسز دام براش ديز تين ميريل ترى ترزيد وعدي سنغين ترى ترزيد وعدي سنغين تمزوت ضجني تتاتينتين داوي دم كروس داوي دم كروس ايبها تزيل يا سعد ولا انا ما قراني خزيل امد ناس دنيل تزور تلوي يا سعد ولا اهل بابنا غيوري لبرت سلمة ندي خبرت وحدي لك عيشة بكرتي طاوين وولس خزرتي فويلان يسنجال طيطاس من لاوي طبيب من لاوي طبيب خزرن تسميسا قيمة حارم طبعا انتي نساء لك عيشة بكرة ونزلي نوت مطوطة مقرنتين يعني لسان غتنفس تسي وتنغ الحاج دواق ديو نزلي يبهان أمتشي قنسان دوقري وتنغ الحاج دواق إن شاء الله ديقل الإنجاز دام قرن أجار غل دسات يتوتني باشا الفقرة نتنوبة إن مرحبا لانت كملنت إمار إرجازا ديزمول يا رجال زند زمان معيوتنا محمد بنورة تمديش تنبرشي ومحمد تمديش تنبرشي ويوسف يشتدوا سقع إلا يدنغ تقيمتنا مرحبا وس لا يسلم كاش نشكر أمتش جون الموضوع نغديون ومدون وسون سول ديما كاسو في دخول مدرسين سول في وعزام نسول في أنشطة لأن توقنن في وعزام دو ثقافة دو برس أن السول السوف لهمية المكتبات دي تمدور نيل المدن أدميدا انتي تا يوسف نخير الموضوع باش نسول في تندليس في المكتبه تنغفوض ليس تندليس تو بيسود ليس لان دام شان يعز من ديسيد لي صند هاد المكتبه الا كان غنسول غفس اسوي ويوسف دوز ليس تم دورت مدن تنمر تم قران تي رجاز ديزمولن الا نسبلن تم دورت نسن سبلن المكاتب نسن مدن ايولون باش هاد عزمن سوموني مع ماشي تنيد مع الدخول المدرسي نغوتا في نطروان غنجلاس ديمكراس دين المدن غلو عزام يعني مارو تندليس الا
صغرت انت يوسف الحال اللي صغرت صغنا في يعني مدن سجدنا يتلي سجدنا وشين يعني اما نسن الفكر نسن باش الا مدنا داسنا دا عزمن بصح بايلا المقرؤ اعتمارو ديك الاشكال اش حد يعني هادي ستني مانس هادي ستن طرواس هادي ستني مانس باش الا هادي جاوب فيهم السؤال بصح الاق ادنج زمولان الاق ادنج ادلسن الجاري التالين باش الا غادي فاو اما غير يعني سي تغرمي وين نغسل حضارتنا الامم ديال المجتمعات دي مدن سغندو الغل مدن في تجانس القيمتي وعزام ضوض ليس دير جازن الا نسمقو نهار وعزام انا فيك الام التمقران سموني يا تاندليس نغل مكتبت دي قنشالان دي تمدور نون الماد بالخصوص دي قنشالان امتش دي قد عالدي سن الماد باش اللي غادي يوسع المعارف دي يوسع الادراكس دي اتش امدون يخسي دي اتش تخصص يخسي سموني لاقي لا حد اللي غادي دي قن يعني دي جون في الاسبوع على الاقل يعني اس دي اس بي اللي غادي زواغ المكتبت باش اللي غادي زواغ المراجع دي المصادر باش الا غادي فقد انا عزم خاطر حدو لي طلع واللي مكن هادي السادي هادي صفه ومدنس حدو لي عزم واللي مكن هادي السعزم مدنس وموني يعني يعني المصدر نغتلى وعزام داين طاندليس المصدر وعزام داين المكتبات سوموني الاق انشريتي المكتبات نبرمج طروادنا غير بهامتش لبعض المدارس ممكن بعد نسول بصيف الانواع المكتبات ان في المكتبه المدرسيه انه لا حد غير المكتبة الدارتس يعني ما الدارتس التفدي مرون وجدنا زمنا والكتب منا ويدلسن باش الا غادي يدوا عليسن يعني يدلسن الا اتعاون عزامسنا الكتب المساعده نغ الكتب يضدني نقنن في المحاور يضدني يبهمتش كلمه تاي يوسف لين نلمت تعزمنا لين التعبير الكتابي حد باش يدني جما دي عبر غادي يسود الفكر غادي يسود المعلومات يعني اساس الفكر لازم الاق اندو الغلور لس نغ المرجع تغرينا اول ان شاء الله يمريوني الوالدين الا غتشجع انت روانسن فوطال عن لسن في المقروئيه باش ان شاء الله هدفغن دينار دين عزام سخصوص إمارة تمرتنا الجزائر دولة نغيلة توفر أيلو المكاتب النغل المكاتب المتنقلة إلى جوانت دي الولايات النغل المكاتب إلى دي تبعات البلديات دي أيلو النغتيغوينين دي أيلو الولايات تمرتنا تديك الفرصة إلى نقرب الكتاب النغ أضلس في مدن سخصوص المعرض الدولي الكتاب نخزر باللي مدن شرهن يوصل الكتب تدشرى الحضور مقرا نمدن دي أيلو الولايات نتمرت نغيون الحدث غيون تفاسكة مقرنت لأن تعادا أيلو دور النشر حضرات أي الناس نية مقرن ندي قيمبير يعني يقنوا يشره ويضضن يوعزا من سن انت تا يوسف دانيلا نتمل ان شاء الله ماتشينا يعني الحدث الثقافي مقرن تامورت نتزاير داين المعرض اكر غلان غندوني توضليس نغ المعرض الدولي الكتابي اللي يقيمز ان شاء الله قدا نيور اكتوبر مع بدايه نوفمبر ان شاء الله هذه لي ان شاء الله ديك المناسبه ماشي نيد منا ومدن الى قصد او الصالون يعني وجار مليون زائر يقصدنا والصالون يعني ان المدن انعزامني البراس انت مجرره وين غربازن اي لوح الى قبلت كاع مدن بصح بالتدفر أصغر الكتب نغبت تدفر معرض الكتاب دستوني لكان غط نطرح مسح مدان مدني لا غرسن أول نيتي وصغاني دلسن دواجان المكتبات يون الخير لكن إن شاء الله ندم قران أرني أسمع شي تنيد المكتبات المتنقلة إلا ندي منا والولايات نتمرتنا نتزير بالخصوص تنغرف ندلس إلا ناتش مدير الثقافة غرس مكتبة متنقلة تقدع على الولايات أرني أس المكتبة المدرسية أرني أس المكتبات الخاصة مدن إلا نعزاما إلا نسبلن أو المكاتب لبعض الجمعيات نغل بعض المدارس يعني حد تغي تهتم سجن العلم سل العلوم التفتي يجرو منا ودلس ممكن مئات الالوف ندلسن دفرتها متنتس يعني هذه سبل اي المكتبة الني المجتمع السيلو متس يتمرتس باش مدن ادسن اتسفادن تخرني از الخمارون الا يبهامج لان المكتبات المتخصصة يعني ديك المكتبات الى قيمة الزاتس يعني مكتبة متخصصة اتش ام دون من العلوم يعني اتش ام دون حد مثلا يتكلم بالفقه يتكلم بالرياضيات يتكلم بالطب اديف مكتبة متخصصة التعاون يغلب تينو مكتبات المتخصصة رنين تغلبين المدن دين براسني لان برسن في عزامن غادي نقار البحث العلمي توجدن شعة الماستر الدكتوراه يعني النافة والمكتبات المتخصصة التعاون انت يغلب ديون دي مدون رنيز دخل المكتبات الجامعية مكتبات الجامعية رنيز مكتبة الوطنيه يعني المكتبه الوطنيه اكبر مكتبه ثلاثه مورتن غنزاير الى ان شاء الله ان المدن يدولين غير الجامعات غنزداويت اول ثاني اللي غتجل البطاقه باش اللي غتستفاد نس الخدمات ديال المكتبه الى نديس منشينا ممكن الالاف يعني مئات الالاف ندلس ديال المكتبات باش اللي غادا في نضال تنسن اني لاند خمار واجار مع طروان غيمارو قد عن يغلب الانترنت
المواقع التواصل الاجتماعي اللي تشرايو، يعني الحمد لله يمارونا في المكتبات الالكترونيه هذه يجي من لحد ستدارتس الا غادي يقدر في اي مكتبه من العالم، يعني هذيك اللي كان المكتب تيخص غادي يطلب الكتاب يخص هذه يعزم الكتاب يخص، يعني ان شاء الله يتسهل امتش يتشرايو كاع ادعاونا فوق ضاع المكتبات دو عزام ندلس مصح ديما ادليس هذه قيم الخيار نمدو تشال ادليس هذه قيم ديما انت تساس انت تجوم انت الطاروت نغض الاكسجين نين المادن دين براسن دين عزام نتي ديكشان ديزاين من سيو في المخطوط نسيو من سيو عفوا في المسيو في المكتبه نغ في تدارت نتدلست نسيو في المخطوط او نيتشرا اذا لك الى نيتشمرتن او المكاتب تنسيو المكتبات الى الولايات نغ المكتبات المكتبه تغنوت نغ المكتبه الوطنيه نغ المكاتب الى سبلنتن نغ جينت من الحابوس من نونين عزام انت دت يبهامتش ساعه التزويد اللي كتبت المكتبه ايوا يوسف تفد قسم المخطوطات مثلا للمكتبه الوطنيه نغدي بعض المكتبات الخاصه بالخصوص نسن باللي تينيرين غدين تمرت نغزاير خزان المخطوطات بالخصوص اغلى انت غرديت نغ اضرار نغ الولايه تمراس نغ على الجنوب الجزائر الى توسني غلبس الخزانات المخطوطات نغ انت خزانين ندلسن اكبر ساعه الناس غلو غلان النج ممكن ساعه نسول في المخطوطات اغلان انعزام زهير بابا اسماعيل سنزل السلام سوى المناسبة تجوك الدراسات في الفهارس المخطوطات إن تغرديت إلا ديس أجار 8000 مخطوط يعني دي الولايات نتغرديت سغان زوادخ سغان سيو في المخطوطات ونتتيا نسيو في المكتبات المخطوطات بالخصوص المكتبة الشيخ الحاج صالح بن عمر العلي دي وغير من تيزني لكان تم الممكن أن أدنبرز أو شخصية تم قرانت يكتل عدد نرجاز ديس مولن ممكن توجي قن روبورتاج فاول المكتبة إلا غان سني خداما دي عفيرا ناو نورجاز مقران وشام قرانة ترحم إلا أن يتوفى دي 1928 الى 1978 يتوفى 1928 يشو يعني سي زوا يشو المكتب تس يلو مات يتسفاد نسيس تدول ديك قبل المخطوطات ديس اجار 1200 مخطوط ديال المكتبات واحد ديس اجار 1200 مخطوط ما نشيناني نعزاما ندير براسني لا نجين دراسه في المكتبه تنحيا ساو مناسبه وسي كاع لي برسوناتو صوموني اني نغلان الا ديك الخزان المخطوطات مخطوط هاني توارين سوفوس ممكن نعرف المخطوط مدن لان دي ليسني كبار يتوغ توارين سوفوس قما تفهم طبعات يتوغ توارين سوفوس توجند الكتب بصح يمارو الاق في نبرسن دين عزامن دين المدن دو سي جور يعني في المسار الدراسي انه تحقيق المخطوطات يمارو نتكلم واسي ادي بيك المخطوط خاطر يعر اما تشي لا حد يدي دوغ المخطوط باش هادي فهمتي رايني غادي يصبر ما نشينا معاه وضليس ممكن دا سكاس عامين الا غادي يصبر معاه باش هادي فغ ان شاء الله هادي فغ ان شاء الله ضد لي ستي فوت ان فين المدن دين عزامن غادي جن تحقيق المخطوطات داني لا نسرى مشاق ان شاء الله شنشكر امت يوا محمد بنورة فاول الموضوع الى نسول في المكتبات نسول في المخطوط ذكر المكتبات الشيخ العلي رباط الرحم الى يتوغي باغي فاس الشيخ بحيو رباط الرحم الى يتوغي باغي فاس او المكتبات الى نجد منه المخطوطات غير المكاتب الى نزي اي لوني غرمان نغزر مزال اشكر امت يوا محمد يسمي هذا سندك تنفوز ثلاث نتوات برشن تنمر تا يوسف ان شاء الله تنمر تا يوسف برشن يا ولد الشمال التنوبه مرحبا لا باج نو ديال يوتيوب لاشان 4 سلاش يوتيوب بوان كوم تفهم دي سون التنوبه تنوبه وين تدد نتين الحصص مرحبا ايلو الحصص الى قد عندي القناه فيدو كز سالخير ملقا سالخير ديما انفرق الخميس سندك تنفوز ثلاث نتوات برشن سلام وحق دائما قطر دمتك هلا ديما يتزاليت اختمت بت انشاني قان ان شاء الله هتز عليك تاشرت صورة دي حرام عمرك والتجا البلج واش تنفى عمرو الدني أقدر سمش إلى آخرتك
مش وصيغ أممي ده الله في صورتي ده العرقاش أغلى يلا يسو جمج واش تنفع غير تمدين تاج سن عميش السود جمج يا كديمة الله النج أسوق أسوان لبسايس